بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم طلابنا الكرام في المحاضرة الخامسة من المقرر الدراسي بعنوان علم الإجرام علم العقاب في السنة الدراسية الأولى بكلية الحقوق جامعة الزيتونة الدولية. إن شاء الله في المحاضرة دي هنبدأ نتكلم عن بعض العوامل الفردية المتعلقة بشخص المجرم والتي تتضافر مع غيرها من العوامل البيئية وتتسبب في ظهور السلوك الإجرامي إلى العالم الخارجي. طبعا العوامل الفردية دي كتير جدا، هي حوالي تحديدا 7 عوامل. أهم العوامل الفردية اللي هنتكلم عليها المتعلقة بشخص المجرم والتي تتضافر مع غيرها من العوامل البيئية وتؤدي إلى تفجير السلوك الإجرامي في العالم الخارجي، هو ده تعريف العوامل الفردية. هي دي عبارة عن مجموعة من الظروف المتعلقة بشخص أو بذات المجرم والتي تتضافر مع غيرها من العوامل البيئية وتؤدي إلى ظهور السلوك الإجرامي إلى العالم الخارجي. طيب إيه هي أهم العوامل الفردية المتعلقة بشخص المجرم؟ عندنا 7 عوامل رئيسية. أولها هنتعرف على الوراثة وعلاقتها بالإجرام. ثاني حاجة السلالة. ثالث حاجة الجنس اللي هو النوع. طب السن والتكوين سواء كان تكوين عضوي او تكوين عقلي. كمان المرض، وهل هناك علاقة بين المرض والإجرام. وأخيرا المسكرات والمخدرات، وكيف تكون المسكرات او المخدرات لها صلة عميقة ووثيقة بالظاهرة الإجرامية. النهارده إن شاء الله في المحاضرة هنتعرف على أهم او اول عامل من العوامل الفردية وهي الوراثة. النهارده في المحاضرة بتاعتنا هنتناول عنصر الوراثة في 5 نقاط رئيسية. هنعرف معانا ايه معنى الوراثة وكيف تتم هذه الوراثة وايه انواع الوراثة وهل هناك صلة بين الوراثة والجريمة. واخر عنصر متعلق بالوراثة هنتكلم عن وسائل البحث في اثر الوراثة في السلوك الإجرامي. طب لما نيجي نتكلم على الوراثة أو تحديد معنى الوراثة وما المقصود بالوراثة، نيجي نتكلم على تعريف الوراثة. نتكلم بنقول هي انتقال بعض الخصائص المعينة من الأصل إلى الفرع أو من الأصول إلى الفروع، وده ينتقل في اللحظة التي يتكون فيها الجنين في بطن أمه. وطبعا بعض التجارب والملاحظات أثبتت أن بعض الخواص أو الخصائص تنتقل من الأبناء والآباء والأجداد. الخصائص دي في بعض الأحيان قد تكون ظاهرة وقد تكون غير ظاهرة. هذا عن تعريف أو الوراثة أو المقصود بالوراثة، وانتقال الخصائص أو خصائص معينة من الأصول إلى الفروع في اللحظة التي يتكون فيها الجنين. طيب كيف تتم هذه الوراثة؟ أو الوراثة دي بتتم إزاي؟ أو العملية دي بتتم إزاي؟ طبعا نقول بتنتقل طبعا الخصائص من الأصل إلى الفرع عن طريق عملية تبقى دقيقة جدا، وده يعني ده بيتم من خلال وجود خلية، فكل خلية طبعا من خلايا الجسم تشتمل على 46 جزء دقيق. ال 46 جزء ده بيكون حاجة اسمها نواة الخلية، وهذه تسمى الكروموسومات، ودي بتحمل بعض الخصائص الفردية التي تنتقل بالوراثة. وطبعا العلم بيطلق على هذه العملية أو يطلق على هذه الخصائص الوراثية اسم الجينات. يبقى تنتقل الخصائص من الأصل إلى الفرع عن طريق عملية دقيقة جدا، اللي هي بنقول إن هي عن طريق نواة الخلية واللي هي تسمى الكروموسومات، والعلماء أطلقوا على هذه الخصائص الوراثية اسم الجينات. ده تاني عنصر معانا من عناصر الوراثة. فاحنا عرفنا تحديد معنى الوراثة وكيف تتم هذه الوراثة. هننتقل إلى العنصر الثالث معانا النهاردة وهي أنواع الوراثة. لما نيجي نتكلم عن أنواع الوراثة بنقول إن الوراثة دي بتنقسم إلى عدة أنواع. بتنقسم من حيث اتجاهها، ده أول نوع، ومن حيث موضوعها ومن حيث قوتها ومن حيث طبيعتها. يبقى أنواع الوراثة يمكن إن احنا نقسم الوراثة إلى عدة أنواع هنتناولها من حيث اتجاهها
ومن حيث موضوعها ومن حيث قوتها ومن حيث طبيعتها. طب يعني ايه من حيث اتجاهها؟ نعرف كل حاجه بالتفصيل ان شاء الله من كل نوع من انواع الوراثه. لما نيجي نتناول نوع الوراثه من حيث اتجاهها تنقسم الى قسمين، قد تكون مباشره او غير مباشره. يعني ايه مباشره ويعني ايه غير مباشره؟ الوراثه المباشره هي انتقال صفات الاصل الى الفرع الاول. دي يبقى كل الخصائص الوراثيه بتنتقل من الاصل الى الفرع الاول، فده يطلق عليها الوراثه المباشره. اما الوراثه غير المباشره، ان الصفه دي لا تنتقل من الاصل الى الفرع المباشر، ولكن تنتقل الى فرع ابعد من ذلك عبر الفرع الاول الذي تكون الصفه الوراثيه كامنه فيه. هذه هي الوراثه غير المباشره، ان الوراثه دي او الصفه الوراثيه دي لا تنتقل الى الفرع الاول مباشره، ولكن تنتقل الى فرع ابعد منه، ابعد من الفرع الاول، والتي تكون الصفه الوراثيه فيه كامنه. ده الوراثه من حيث اتجاهها، تنقسم الى وراثه مباشره وتنقسم الى وراثه غير مباشره. طيب النوع الثاني من الوراثه، تنقسم الوراثه من حيث موضوعها. من حيث موضوعها تنقسم الى حاجتين، قد تكون الوراثه مرضيه وقد تكون تشويهيه. طيب الوراثه المرضيه دي هي ايه؟ هي طبعا من تعريفها كده او من نوعها هي انتقال بعض الامراض التي كان يعاني منها الاصل الى الفرع. طبعا الامثله على الكلام ده كتيره جدا، منها الامراض العقليه والتناسليه، وطبعا قد تكون الوراثه في مرض خبيث على سبيل المثال الكانسر او اللي هو السرطان. دي الوراثه المرضيه التي تنتقل انتقال بعض الامراض من الاصل الى الفرع، ومثالها الامراض العقليه او الامراض التناسليه. وفي بعض الاحيان قد يكون المرض المنتقل من الاصل الى الفرع مرض خبيث. طيب النوع الثاني اللي هو الوراثه التشويهيه، احنا قلنا من حيث موضوع تنتقل قد تكون مرضيه وقد تكون تشويهيه. طب يعني ايه وراثه تشويهيه؟ بيقول لك هي انتقال شذوذ في التكوين من السلف الى الخلف. طبعا وبعض الامثله كتير جدا عليها كمرض السل ومرض الزهري من بعض الامثله التي قالوا بها الفقهاء او العلماء. الوراثه التشويهيه دي انتقال شذوذ في التكوين من السلف الى الخلف، وذكروا منها على سبيل المثال مرض الزهري ومرض السل. طيب ثالث تقسيم من انواع الوراثه من حيث قوتها. الوراثه من حيث قوتها قد تكون تماثليه او تشابهيه. يعني ايه قد تكون تماثليه ويعني ايه قد تكون تشابهيه؟ طيب الوراثه التماثليه التي تنتقل فيها الصفه التي لدى الاصل الى الفرع بنفس الصوره التي كانت عليها لديه، يعني بصوره متماثله، يعني انتقلت بشكل متماثل من الاصل الى الفرع. وبعض الامثله اللي اتقالت في الكلام ده ان قد يكون الاصل مجرما فقد يصبح الفرد او الفرع بتاعه مجرم. ده من ضمن الامثله التي قال بها العلماء في نوع الوراثه التماثليه، وهي التي عرفها انتقال الصفه التي لدى الاصل الى الفرع بشكل تماثلي بنفس الصوره ما فيهاش تغيير. وقالوا ان الاصل ده قد يكون مجرم فيترتب عليه ان الفرع كمان يطلع كمان مجرم. طيب النوع الثاني من حيث القوة احنا قلنا قد تكون تماثلية او قد تكون تشابهية. لما نيجي نشوف الوراثة التشابهية، هي الصفة ما بتنتقلش من الاصل الى الفرع بنفس الصفة او بنفس التماثل اللي هي على النوع الاول، ولكن تنتقل اليه بصورة مشابهة. يعني في بعض الخصائص المشابهة اللي تنتقل من الاصل الى الفرع. ومن بعض الأمثلة قالوا إن الأصل قد يكون مدمن على المخدرات، وده مش بيترتب عليه إن الفرع بتاعه يكون مدمن، ولكن بتظهر عليه بعض الخصائص أو بعض العيوب في الصفة. مثلا قد يكون لص، قد يكون مزور، مش بالشرط أو بالأساس إن الأصل بتاعه مدمن فهو كمان يصبح كمان مدمن، ولكن عنده بعض الصفات التشابهية اللي هي تظهر فيها بعض الصور الإجرامية، فقد يكون لص أو قد يكون مزور. ده النوع
الثالث من انواع الوراثه، قلنا من حيث اتجاهها قد تكون مباشره وغير مباشره، من حيث موضوعها قد تكون مرضيه او تشويهيه، من حيث قوتها قد تكون تماثليه او تشابهيه، النوع الاخير من حيث الطبيعه او من حيث طبيعتها. فتنقسم الوراثه من حيث طبيعتها الى وراثه حقيقيه او وراثه حكميه. الوراثه الحقيقيه لما نيجي نقول ان العلماء قالوا ان انتقال خصائص الوالدين الى الجنين لحظه التكوين، دي الوراثه الحقيقيه. اما فيما يتعلق بالوراثه الحكميه، ان الجنين ده اثناء تكوينه بيتاثر ببعض العوامل التي عاصرت تكوينه داخل الرحم، او تعني تاثر الجنين بعوامل عاصرت تكوينه او عرضت اثناء الحمل به، وهي تؤثر عليه دون ان تنتقل الى خصائص الاصل. على سبيل المثال، اصابه الام اثناء الحمل بمرض معين، فيظهر الجنين تظهر عليه بعض الاعراض كاصابته مثلا ببعض الامراض العقليه او النفسيه. دي الوراثه الحقيقيه والوراثه الحكميه. دي الاربع انواع لانواع الوراثه، قلنا عليها من حيث اتجاهها، من حيث موضوعها، من حيث قوتها، من حيث طبيعتها. طب العنصر الثاني معانا في المحاضره، هل هناك صله بين الوراثه والجريمه؟ طبعا اختلف العلماء فيما بينهم حوالين هل هناك علاقه بين الخصائص الوراثيه التي تنتقل من الاصول الى الفروع، وهل هناك علاقه بين الخصائص دي والجريمه. هناك ثلاث اتجاهات رئيسيه قال بها الفقهاء او قال بها العلماء. اول اتجاه قال ان الانسان يرث السلوك الاجرامي، وزي ما احنا قلنا ده طبعا على راس هؤلاء العلماء العالم الايطالي لامبروزو، وقال ان المجرم ده قدر له انه ورث الصفات الهمجيه والبدائيه، وان هذه الصفات تدفعه الى السلوك الاجرامي. ده الاتجاه الاول، قال ان الانسان يرث السلوك الاجرامي وعلى راس هؤلاء العالم الايطالي لامبروزو. طيب تاني اتجاه قال انه لا توجد اي صله بين الوراثه والجريمه، وبيرجعوا الجريمه دي الى بعض العوامل البيئيه المحيطه بالمجرم وحدها. قال ان الاجرام ده او السلوك الاجرامي او ان الفرد بيرتكب السلوك الاجرامي ان هو موجود في ظروف او عوامل بيئيه هي التي تدفعه الى ارتكاب الجريمه فقط، ولكن لا توجد هناك صله بين الوراثه والجريمه. ده الاتجاه الثاني. الاتجاه الثالث هو يعتبر اتجاه توفيقي بين الاتجاه الاول والاتجاه الثاني، فهو قال ان هو لا يعطي الوراثه قوه مطلقه في تفجير السلوك الاجرامي الى العالم الخارجي، وفي نفس الوقت لا يجرد الوراثه ان هي ليها تكون اثر مسبب لهذا السلوك. ولكن قال ايه؟ قال ان الوراثه دي تتسبب في نقل بعض تتسبب في نقل ان تنتقل بعض الصفات من الاصل الى الفرع، فتنقل لديه بعض الامكانات والقدرات المعينه التي تهيئ الشخص اذا صادفت عوامل بيئيه ان يقوم هذا الفرد بارتكاب السلوك الاجرامي. وقال ان طبعا زي ما احنا قلنا نظريه الاستعداد الاجرامي اللي احنا كنا عرضنا فيها لاخر مره، قال ان الفرد ده موجود عنده امكانيات وقدرات معينه، الشخص ده اذا صادف ظروف معينه على سبيل المثال بعض الظروف او العوامل البيئيه، فالقدرات والامكانيات دي بتخليه يبقى عنده استعداد اجرامي. هذا هو الاتجاه الثالث الذي قال به العلماء فيما يتعلق بهل هناك صله بين الوراثه والجريمه. وده مهم جدا يا جماعه ناخد بالنا من الثلاث اتجاهات دول، اي حاجه انا باكد عليها في المحاضره تبقى مهمه وقد تكون موضع في الامتحان ان شاء الله. فمهم جدا نعرف الثلاث اتجاهات دول. الاتجاه الاول قال ان الانسان يرث السلوك الاجرامي وعلى راسهم العالم لامبروزو. الاتجاه الثاني قال لا، مفيش، لا ليس هناك صله بين الوراثه والجريمه، ولكن الذي يجعل الفرد يرتكب السلوك الاجرامي هو وجوده في ظروف بيئيه
هي التي دفعته إلى ارتكاب هذا السلوك الإجرامي؟ أما الاتجاه الثالث قال إن هو لم يجرد الوراثة منه. في حد بيعد، معلش، مش حد بيعتذر عن فعلك. قال إن هو إن الاتجاه ده لا يجرد الوراثة من إنها تكون لها قوة مطلقة في تمجيد السلوك الإجرامي، وقال إن الوراثة دي بتجعل بعض الخصائص تنتقل من الأصل إلى الفرد، وتجعل لدى الفرد بعض القدرات والإمكانيات التي إذا صادفت ظروف معينة قد تدفع الفرد إلى السلوك الإجرامي، وهما أطلق عليه أو تسميته بالاستعداد الإجرامي. دي 3 اتجاهات. فقالوا إن الاستعداد الإجرامي ده يورث ولكن الجريمة لا تورث. فذكروا بعض الأمثلة على سبيل المثال، من يسلك مثلا، لو الأب على سبيل المثال سلك طريق الجريمة فليس من المحتم إن ابنه كمان يسلك طريق الجريمة. وقالوا الكلام ده، قالوا هناك سببين بيجعلوا إن الاستعداد الإجرامي هو يورث ولكن الجريمة لا تورث. قالوا إن الاستعداد الإجرامي ده لا يؤدي إلى ارتكاب الجريمة إلا إذا توافرت ظروف بيئية شاذة ومرهقة تتفاعل مع هذا الاستعداد فيتولد السلوك الإجرامي عند الفرد. كمان قالوا إن فكرة الجريمة هي فكرة قانونية تختلف من تشريع إلى آخر ومن نطاق إلى آخر. وذكروا بعض الأمثلة، قالوا مثلا على سبيل المثال تعدد الزوجات يعتبر جريمة في بعض التشريعات ولا يعتبر كذلك في بعض التشريعات الأخرى. كمان من ضمن الأمثلة قالوا إن الامتناع عن بيع بعض السلع لا يعتبر جريمة في الظروف العادية ولكن يعتبر جريمة في فترة الحروب والصراعات أو فترة الظروف الاقتصادية الصعبة. ده 3 اتجاهات اللي قالوا هل هناك علاقة بين الوراثة والجريمة. آخر عنصر معانا، إيه هي وسائل البحث في أثر الوراثة على سلوك الإجرام؟ إيه هي الوسائل اللي استخدمها علماء الإجرام لبحث الصلة بين الوراثة والسلوك الإجرامي؟ عندنا 3 وسائل تم الاستعانة بيهم من قبل علماء الإجرام للقول ب وتوضيح أثر الوراثة على السلوك الإجرامي. أول وسيلة قام بها علماء الإجرام دراسة ذرية أحد المجرمين. تاني وسيلة هي الدراسة الإحصائية لبعض الأسر. ثالث وسيلة هي دراسة التوائم. طب خلينا نتعرف واحدة واحدة على دراسة ذرية أحد المجرمين. طبعا لجأ بعض الباحثين في علم الإجرام إلى دراسة ذرية أحد المجرمين لعدة أجيال متعاقبة، وتبين شيوع الإجرام والأمراض العقلية والانحراف بوجه عام في أغلب أفراد هذه الأسرة. وذكر بعض الأمثلة علماء الإجرام، على سبيل المثال تم دراسة رجل يسمى ماكس جوك، وده كان عايش في أوائل القرن الثامن عشر، وده كان مدمن للمخدرات، وكانت زوجته لصة، وكان لديه من الذرية 709 شخص. طب خلينا نشوف ال 709 دول تم تصنيفهم ازاي؟ ثبت منهم ان 202 منهم يمارسون الدعارة او يديرون بيوتا لها، 202 من ال 709. كمان 142 ثبت انهم من المتشردين، و77 في و77 منهم من المجرمين، وعدد كبير طبعا تكملة ال 709 من المتسولين، وعدد آخر مصابين بأمراض عقلية. دي وسيلة أولى الوسائل في وسائل البحث في أثر الجريمة، وهي دراسة ذرية أحد المجرمين. طيب إيه الوسيلة الثانية اللي استخدمها علماء الإجرام للبحث في أثر الجريمة على السلوك، أثر الوراثة على السلوك الإجرامي؟ دراسة الدراسة الإحصائية لبعض الأسر. طب يعني إيه الدراسة الإحصائية لبعض الأسر؟ لا، مش الدراسة دي مش بتشتمل أو مش بتقتصر على دراسة ذرية أحد المجرمين، لا، ده بتتسع شوية، بتشمل جميع أقرباء المجرم وأبناء الخال وأبناء العم. والوسيلة دي بتتم بأحد طريقين، اللي هي الدراسة الإحصائية لبعض الأسر. علماء الإجرام قالوا إن هي بتتم بأحد طريقين. الأول تحديد مجموعة من الأفراد، يجري البحث على عدد مدى انتشار الإجرام والأمراض النفسية أو العصبية لديهم.
اولاد اسلافهم او اقربائهم. تاني حاجه تحديد مجموعه من الشواذ واجراء البحث عن مدى انتشار الاجرام بين افراد اسرتهم. دي الدراسه الاحصائيه بتتم باحد طريقين، تحديد مجموعه من الافراد، بنبحث الافراد دول ومدى انتشار الامراض او الاجرام او الامراض النفسيه والعصبيه لدى الاسلاف او لدى الاقرباء. تاني حاجه بنحدد مجموعه من الشواذ واجراء البحث عن مدى انتشار الاجرام بين افراد اسرتهم. دي الدراسه الاحصائيه. ومن بعض الامثله اللي اتقالت في الدراسه الاحصائيه لبعض الاسر، قالوا ان هناك بعض الدراسات اجري البحث على 477 من المجرمين، تبين ان 88 من اسلافهم سلكوا طريق الجريمه، و85 كانوا مصابين بامراض عقليه، و23 كانوا مصابين بالصرع. اما الوسيله الثالثه معانا وهي دراسه التوائم للبحث في مدى اثر الخصائص الوراثيه التي تنتقل من الاصل الى الفرع في ارتكاب وتفجير السلوك الاجرامي. طيب التوائم دول هنا بنقول عليهم ان هم الابناء الذين يجمعهم حمل واحد ووضع واحد. والتوائم دول نوعين، نوع متماثل ونوع غير متماثل. يعني ايه النوع المتماثل ويعني ايه النوع غير المتماثل؟ طيب نوع التوائم المتماثلون هم اللي بينشأوا عن بويضة واحدة ويتكونوا في بويضة واحدة. والتشابه بين التوأمين دول يصل في كثير من الأحيان إلى حد التماثل. أما التوائم غير المتماثلين هم الذين نشأوا عن بويضتين مستقلتين، مش بينشأوا بويضة واحدة، لا ده هم بينشأوا في كل واحد بينشأ في بويضة مستقلة. وهنا التشابه بينهم لا يصل إلى حد التماثل. يبقى عندنا وسائل البحث عبارة عن دراسة ذرية أحد المجرمين، دي الوسيلة الأولى. الوسيلة الثانية الدراسة الإحصائية لبعض الأسر، ودي بتتسع وتشمل دراسة أفراد العائلة بشكل كبير وتصل إلى أبناء العم وأبناء الخال. كمان الدراسة الثالثة هي دراسة التوائم، دي وسائل البحث في أثر السلوك أو أثر الوراثة على السلوك الإجرامي. في الدراسة الأخيرة اللي هي دراسة التوائم، قالوا إذا أثبت أن إجرام التوائم دول كان متماثل، ده دليل على انتقال الإجرام بالوراثة من السلف إلى الخلف. أما إذا كان إجرامهم غير متماثل أو كان أحدهم قد سلك طريق الجريمة دون الآخر، ده بيدل على انعدام الصلة أو ضعفها بين الوراثة والإجرام. ومن الدراسات التي تمت على التوائم قالوا إن 71% من التوائم المتماثلين متوافقون في سلوكهم الإجرامي، و29 منهم مختلفون في هذا السلوك، بينما 38 فقط من التوائم غير المتماثلين هم متوافقون في الإجرام، في حين إن 62% منهم مختلفين. دي الوسائل اللي قالوا بها علماء الإجرام في أثر أو البحث في أثر الوراثة على السلوك الإجرامي. فإحنا عرفنا النهاردة أولى العوامل الفردية التي تؤثر أو التي تتضافر مع غيرها من العوامل وتؤدي إلى تفجير السلوك الإجرامي. وعرضنا في المحاضرة بتاعتنا النهاردة أول هذه العوامل الفردية وهي الوراثة. عرفنا إيه هي الوراثة، كيف تتم هذه الوراثة، أنواع الوراثة، الصلة بين الوراثة والجريمة، ووسائل البحث في أثر الوراثة على السلوك الإجرامي. شباب نعم دكتور، في أي استفسار يا شباب؟ شباب مش معايا. شباب معاك دكتور معاك. في أي استفسار؟ لا دكتور، لا 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 يعني دلوقتي تكليف العمل يا شباب، مفيش حد بعت اي حاجه خالص، يعني نادرا ما واحد او اتنين هم اللي بعت التكليفات العمليه. ليه ما حدش بيبعت؟
دكتور بس اخر تكليف، هذا مشان نعم. راسماليه. دكتور انا قصدت في اخر تكليف مشان راسماليه. لا انا كل التكليفات العمليه اللي احنا عملناها في المحاضرات اللي فاتت لازم لا تتعيد، دي انا علاقه بعت لكم، ليش؟ انا محمد بركات مع الدكتور. اهلا بيك. على سيدي الدكتور، انا بعتهم كلهم بس مشان الراسماليه، وهذا ما بعته. طيب كل الزملاء يا شباب بعد اذنكم، يعني كل التكليفات العمليه احنا خدنا 4 محاضرات، معرفش احنا خدنا 4 تكليفات او 3. ذاتي كل الناس الله بعد يسلمك. اذنكم تبعت التكليفات العمليه، تقدر تمام ترجع للمحاضرات اللي فاتت تعرف ايه هو التكليف العملي المطلوب وتعمله وتبعته لي. ده عليه في درجه ان تكليف شاء الله. حاليا، في تكليف حاليا دكتور للمحاضرة. المحاضره الماضيه ما اعطيتها تكليف. اللي فاتت نعم طيب هما كانوا 3 اظن، تمام، ثلاثة دكتور. نعم ثلاثة، 3 صح كده؟ نعم اثنين بعثتهم انا وواحد ما بعثته. طيب احنا دلوقتي عندنا المحاضره دي، عندنا بعض الوسائل زي ما احنا قلنا، بعض الوسائل البحث في اثر الوراثه على سلوك الاجرام. بعض الوسائل دي او كل يعني بعض منها تعرضت الى الانتقادات من قبل العلماء، وبيحاولوا يفلتروا كل وسيله وينقحوا فيها عشان يوصلوا للوسيله الانسب. فاحنا مطلوب من حضراتكم الانتقادات التي تم توجيهها الى كل وسيله من هذه الوسائل. خلاص يا شباب اكتبوا معايا. الانتقادات دكتور بعتنا على الواتس بعد اذنك. حاضر يا فندم، ابعتها لحضرتك على الواتس، بس يعني لو امكن يعني تكتبوها، اللي يقدر يكتب دلوقتي يكتب، ما كانش كده انا كده كده ابعتها على الواتس تفضل الكل. احنا عندنا في اخر تفضل عنصر تفضل. قلنا ان هناك بعض الوسائل اللي قالوا عليها بعض العلماء، اللي هي دراسه ذريه احد المجرمين، الدراسه الاحصائيه لبعض الاسر، ودراسه التوائم. كل هذه الوسائل تعرضت لانتقادات، فانتم مطلوب من حضراتكم تقولوا لي ايه هي الانتقادات التي تم توجيهها الى اثر او الى وسائل البحث في اثر الوراثه على سلوك الاجرام. انا على العموم هبعتها لكم، اللي كتب كتب واللي كتبش كده كده انا هبعتها فويس على الواتساب. في حد دخل معانا يا جماعه وما خايف ما سجلش اسمه؟ استاذ محمد نجار، استاذ ليس، استاذ محمد ديمون، استاذ محمد بركات، استاذ ابو سينا. فين الاستاذ ابو سينا؟ سينا موجود. استاذ ابراهيم، استاذ زين. يعني كده عندنا حضور 7 في الحضور. ناخد بالنا في الاتجاهات اللي هي قالوا بها العلماء في اثر الوراثه على الجريمه. عندنا 3 اتجاهات ناخد بالنا منهم ونعرف تفصيله كل اتجاه وراي كل اتجاه فيهم، عشان في بعض الامور في المحاضره انا بركز عليها فقد تكون هتلاقيها في الامتحان، يعني هتلاقيها في بعض الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها وبنركز عليها ونتك عليها شويه ممكن تكون موضوع في الامتحان. فخلينا ده فيما يتعلق بالاتجاهات التي المتعلقه باثر الوراثه على الجريمه. واحنا الامتحان بتاعنا ان شاء الله زي ما احنا هنتفق ان شاء الله مش مقالي ابدا، هيبقى عباره عن عبارات صح وخطا او يجوز او لا يجوز، بيبقى بالشكل ده، مش هيبقى مقالي اقول لك تكلم عن كذا او تكلم عن كذا. ممكن نجيب مثلا سؤال كده صغير، ولكن كل الاختبار وكل الامتحان هيبقى عباره عن عبارات صح وخطا، عشان بس احنا نعمل حسابنا واحنا بنذاكر واحنا بنراجع المقرر بتاعنا ان شاء الله. تمام يا شباب، في أي استفسار؟ دكتور بس بالنسبة للاتجاه التالي أيوه بعد إذنك، العلمي الراسي الإجرام، ماله الاتجاه التاني؟ الاتجاه التالي، يعني ثلاث اتجاهات. الاتجاه التالي يعني أنا بميل، أنا في رأيي هو هذا اللي يعني مرجح أكثر شيء في الواقع في المجتمع. الإنسان بيورث بعض المورسات الإجرامية، ولكن إذا حط في ظروف مجتمع هي بتكون، إذا المجتمع اللي بيحدد مصيره. تمام دكتور؟ احنا قلنا ان في راي قال ان السلوك الاجرامي بيتورث من الاصل للفرد، ده تمام. وده راي لامبروزو، ده الاتجاه الاول. الاتجاه الثاني قال مفيش حاجه اسمها صله بين الوراثه والجريمه،
او ان الاب مجرم فيطلع الابن مجرم، مفيش حاجه اسمها كده. فبيرجع الجريمه هنا لبعض العوامل البيئيه المحيطه بالمجرم، وان العوامل البيئيه دي هي التي تتسبب في ان السلوك الاجرامي بيظهر لدى الفرد او ينفجر ويظهر الى العالم الخارجي. ده الاتجاه التاني. الاتجاه الثالث الاتجاه التالت قال هو ما عطاش الوراثه صفه مطلقه او قوه مطلقه في ان هي السبب الرئيسي في تفجير السلوك او ظهوره الى العالم الخارجي، وقال ولكن ان الوراثه دي بتتسبب في انتقال بعض الخصائص من الاصل للفرد. الخصائص عباره عن امكانيات وقدرات معينه، بقول لك كده امكانيات وقدرات معينه. الامكانيات والقدرات المعينه دي اذا صادفتها ظروف معينه فهنا بيؤدي ان يرتكب الفرد ده السلوك الاجرامي. خد بالك ازاي؟ دكتور، دكتور بعد ده إذنك، مو هذا بيطلقوا عليه ان يبقى الفرد عنده استعداد اجرامي، يعني استعداد تمام، مو هذا المرجح أكثر شيء في المجتمع بشكل عام بعد إذنك؟ الايه؟ هذا الاتجاه الثالث هو اللي مرجح أكثر شيء في المجتمع هو سبب الجريمة بقول في 3 اتجاهات، خد بالك ازاي؟ ما هو دلوقتي بشكل عام. ايوه بس بشكل عام أنا يعني برأيي الشخصي طبعا انت رايك مرجح الشخصي انهي اتجاه؟ ثالث؟ الثالث، نعم ثالث ولا الثاني؟ لا الثالث، ثاني ها؟ لا الثالث الثالث ثالث. الثالث دكتور الثالث، نعم ان عنده الوراثه دي استعداد، نعم عنده عنده استعداد، عنده استعداد ممارسات، اجرامي. نعم عنده ممارسات للجريمة، ولكن الظروف المجتمع أحيانا يا بتحفزه على الجريمة يا بتحفزه على كبت الجريمة، يعني العوامل بالظبط الاجتماعية. بالظبط تمام دكتور، تمام مظبوط. انت مين اللي معايا يتكلم؟ أنا محمد بركات دكتور. محمد بركات. نعم دكتور، طب محمد بركات انت بمناقشتك كده تاخد 3 درجات، شكرا دكتور، ماشي كده؟ عشان اللي هيتفاعل ويتكلم واللي هي حقه يتكافئ. شكرا دكتور. ماشي يا ابو احمد، في اي حد عنده استفسار يا شباب؟ شباب في اي حد عنده استفسار قبل ما ننهي؟ عشان بس قدامي دقيقة. لا دكتور واضح، يعطيك طيب العافية دكتور، ماشي يا احمد، واضح دكتور، يعطيك العافية. الله يخليك. سلام. السلام عليكم. مع السلامة.